اتكلمنا عن الفيوتشر كونتينوس. طيب زميله بقى الفيوتشر بيرفكت فين وايه هو؟ اولا الفيوتشر بيرفكت مبدئيا tense refers to completed action in the future. تمام، a completed action in the future، ودي الحاجة العجيبة اللي فيه. معناها ايه؟ when we use this tense we are projecting ourselves forward into the future and looking back at an action that will be completed sometime later than now يعني. تمام، يعني بالظبط كأني بسافر بالزمن للمستقبل، وقف في نقطة معينة وبص ورايا على نقطة برضو في المستقبل بالنسبة لي، هيكون الحدث اللي فيها ده انتهى. يعني ايه يعني؟ برضو مش مفهوم الكلام. يعني انا هنا، انا في البريزنت، البريزنت يعني اللحظة الحالية اللي انا فيها. تمام، لا انا كأني وقفت هنا في المستقبل وببص على حدث هنا في المستقبل برضو، وبقول ان ده هيكون خلصان او هيكون انتهى. ده المبدأ. تمام، ده فكرة ان احنا projecting ourselves forward into the future. تمام، and looking back at an action that will be completed، هيكون اساسا الحدث ده already خلص. يعني ال future perfect في قول آخر is for talking about an action that will be completed between now and some point in the future. يعني حدث هيكون انتهى ما بين النقطة اللي احنا فيها دلوقتي أو النقطة تانية في المستقبل، بينهم الحدث ده هيكون خلص. form future perfect بفورم التنس ازاي؟ subject of course في البداية. طيب طبعا برضه هستخدم will. طيب كده بقيت future. طب انا عايز اخلي الفيوتشر بيرفكت، طالما هدخل البيرفكت يبقى محتاجه هاف، وطبعا هحتاجها في الانفينيتيف هتبقى هاف او الهاف. تمام، وهاف يجي بعدها الباست بارتيسيبل، فكده سبجكت ويل هاف باست بارتيسيبل. سبجكت ويل هاف باست بارتيسيبل، ده الفورم بتاع التنس. طيب زي ايه مثلا؟ لو قلت هنا I will have studied my lesson will she will have cleaned the house. طبعا الجمل دي not completed يعني مش كاملة. They will have washed the car. طب ده ال positive. طب ال negative form أحلها إزاي لو هي منفية؟ طب احط النفي على ويل ولا احط النفي على هاف؟ كورس احط النفي على ويل مش على هاف. تمام، يبقى لو حبيت احطها في النيجاتيف فورم subject won't have past participle. يبقى I won't have studied my lesson or she won't have cleaned the house.
or they won't have washed the car. لو حبيت أخليها في ال yes or no question نطلع will بس و subject have past participle يعني نفس الفورم بتاعت الجملة الأفيرماتيف بس will before its subject. Will subject have past participle? Like will she have cleaned the house? Or will they have washed the car? Or will you have studied your lesson? لو أنا هحط ال question word هحطها before نفس ال form يعني ال question word will subject have past participle question like when will she have cleaned the house امتى تمام نفس الفكرة when will they have washed car حضرت ال question word في الأول كملت ال form will subject have past participle وباقي الجملة خلينا هنا نعرف حاجة ده بالنسبة للفورم ما فيهاش برضو مشكلة when to use the future perfect tense خلينا نقول sometimes you can use the future perfect tense and the simple future tense interchangeably تمام بس مش في كل الحالات بمعنى لو قلت هنا مثلا she will leave before you get there or she will have left before you get there الفرق ما بين الجملتين دول مش موجود برغم ان انا مغيرة التنس يعني في الاولانية future simple will leave لكن التانية future perfect will have left بس هما الاتنين ادوني نفس المعنى تمام there is no real difference in meaning يعني طب ليه ليه ما فيش فرق في المعنى علشان before before makes the sequence of events clear. Before خلت الترتيب بتاع الأحداث واضح في الجملة. But without preposition, لكن من غير preposition مثلا such as before or by the time, to make the sequence of events clear, you need to use the future perfect to show what happened first. بمعنى إنه المفترض إن ما عندكش preposition في الجملة. ف
في الحالة دي ما يبقوش الاتنين زي بعض، ولا ينفع احل ده محل ده. اوكي، زي ايه؟ لما اقول هنا مثلا، لو قلت at 8 o'clock she will leave but here at 8 o'clock she will have left. هل يا ترى حاسس أي فرق في المعنى ما بين الجملتين؟ ولا شايفهم زي بعض برضه؟ شغلوا مكوكا يا حضرات. she will left يعني كده، يعني هتبقى لسه هتمشي. الأولى يعني she will she leave will أصلا. have left يعني يبقى هي مشت قد كده، يعني قبل الساعة 8 صح، برافو يمكن عليك، مثلا 7:30 كده. برافو عليك، بالظبط كده. لما اقول هنا at 8 o'clock واستخدمت ال future simple she will leave، this means that she will wait until 8 o'clock to leave. معنى كده ان هي هتستنى لغاية الساعة 8 وبعدين هتمشي. لكن الجملة الثانية at 8 o'clock she will have left، it's another story. means she will leave before 8 o'clock. ليه؟ لأن future perfect هنا to express that action completed or will be completed. تمام؟ هيكون خلص by this time. يعني بحلول الساعة 8 هتكون هي بالفعل مشيت خلاص قبل 8. لكن الجملة دي العكس، دي معناها إن هي هتفضل لغاية الساعة 8 وبعد 8 هتمشي مش قبل. فلما شلت البريبوزيشن من الجملة ما بقاش المعنى واحد، المعنى هنا اختلف تماما، وبالتالي ما ينفعش استخدمهم هنا محل بعض. دي ودي not equal، مش زي بعض، ما بيدوش نفس المعنى. معنى كده ان الهدف الاساسي من استخدام الفيوتشر بيرفكت هو ايه؟ ان انا ارتب الاحداث. تمام، ارتبهم فين؟ في المستقبل. تمام، يبقى انا بستخدم الفيوتشر بيرفكت علشان اعبر عن completed action before something in the future. completed action before something in the future. حدث خلصان complete، دي أهم نقطة، قبل something in the future، قبل حاجة في المستقبل. الحاجة دي بقى ممكن تكون another action أو ممكن تكون time برضه، نفس الفكرة. تمام، طيب like what؟ لو قلت مثلا I will have finished my homework by dinner time. by dinner time يعني بحلول وقت الدينر العشاء هكون انا already مخلص الهومورك بتاعي من قبله. يبقى I will have finished my homework by dinner time. تمام؟ طيب what else؟ by next summer يعني بحلول الصيف المقبل they هيكونوا خلصوا ايه قبل الصيف؟ they will have built the bridge. هيكونوا أنهوا بناء الكوبري. طيب أنا هنا ربطت بتايم، by dinner time or by next summer.
لو قلت مثلا هنا by the time I arrive school, math lesson will have started. هنا ربطت two actions، حدثين مش حدث بوقت. يعني الجملة الأولى والثانية كان حدث بوقت، finish my homework بوقت العشاء، نهاية أو بناء الكوبري بداية الصيف أو next summer، لكن هنا حدثين مش حدث وقت، وصولي للمدرسة مع بداية الليسن بتاع المات، درس المات أو حصة المات. يبقى by the time I arrived to school، بحلول الوقت اللي هوصل في المدرسة، math lesson will have started، هتكون حصة الماث already بدأت قبل ما أنا أوصل المدرسة. يعني حصة الماث هتكون already شغالة، تمام، قبل ما أنا أوصل المدرسة. تمام، قلنا هنا مثلا another one، I will have reached the school before the bell rings. I will have reached the school before the bell rings. يعني أنا هكون بالفعل وصلت المدرسة قبل ما الجرس يضرب. تمام، يبقى أنا هنا ربطت حدث بحدث. يبقى أنا ربطت حدث مع حدث، أو ربطت حدث مع وقت. تمام كده. طب ده كده بالنسبة للاستخدام الأولاني. خلينا نقول، طيب لو قلنا الاستخدام التالي ممكن يكون ايه؟ نفس الفكرة، ال duration before something in the future مع ال non continuous verbs. تمام، ان انا لما يكون الجملة بتاعتي المفروض انها continuous، لكن انا بشتغل على instead of verb او mixed verb او non continuous verbs، في الحالة دي مش بينفع استخدم ال continuous، فبستخدم ال future perfect instead. تمام، زي ما اقول مثلا I will have been in London for 6 months. By the time I leave, الجملة معناها إن أنا still in London now. أنا ما زلت هناك، لكن أنا هنا مش قادرة أستخدم الـ continuous عشان verb to be، فاضطريت إن أنا أخليه في الـ perfect عشان أعبر عن الـ duration. تمام، before something in the future، إيه هو something in the future؟ وقت مغادرتي، the time I leave. يبقى أنا هنا بحسب الوقت اللي أنا هكون قضيته بالفعل في لندن بحلول الوقت اللي همشي فيه. يعني زي مثلا أنا جيت من شهرين وهمشي بعد 4 شهور. تمام، يبقى أنا بحلول الوقت اللي همشي فيه هكون قضيت 6 شهور. أوكي، بس أنا هنا لسه في الكونتينوس، يعني الحدث لسه مستمر، لكن علشان verb to be اضطريت إن أنا أستخدم future perfect بدل ما أستخدم الكونتينوس. تمام، علشان مش هقدر استخدم الكونتينوس هنا. لما اقول مثلا another one، by Monday، يعني بحلول يوم الاثنين، she will have had
my book for a week، يعني بحدود يوم الاثنين الجاي هيكون كتابي معاها بقاله أسبوع. تمام، يعني ولنفترض إن هي أخدته يوم الاثنين اللي فات، أوكي، وإحنا النهاردة زي النهاردة، إحنا الأربع وبنقول الجملة دي النهاردة، بنقول إن بحلول يوم الاثنين اللي جاي هيكون الكتابي معاها بقاله أسبوع. الحيازة بتاعة الكتاب أو ملكية الكتاب لسه مستمر. تمام، يعني المفروض إنها تكون continuous، لكن عشان برضو الملكية هنا had، اللي هو verb have بمعنى own، يمتلك، ما ينفعش يكون continuous، non continuous verb، فبالتالي اضطريت ان انا استخدمه في ال future perfect مش ال continuous. تمام، عشان اعبر عن ال duration before something in the future اللي هو حلول الاسبوع. تمام، ايه تاني محتاجين نعرفه عن ال future perfect؟ نقطة مهمة، إن أنا إمتى not to use the future perfect tense. إحنا عرفنا بنستخدمه إمتى، طب إمتى ما استخدموش؟ زي ما عملنا مع future continuous، إحنا قلنا بنستخدمه إمتى وإمتى ما نستخدموش. طيب إمتى ما استخدمش ال future perfect؟ Future perfect tense is only for actions that will be complete before a specified point in the future. Again, future perfect tense is only for actions that will be complete before a specified point in the future. In other words, يعني the action you are talking about must have a deadline. تمام؟ لو تلاحظ ان انت طول الوقت عندك ديدلاين، عندك علامة عشان تعرف انت هتخلص الحدث ده بيخلص امتى. تمام، وإلا هتتوه. منين تعرف انه future perfect؟ انك انت بتعلمه بنقطة. تمام، طيب if you don't have mention a deadline use a simple future tense instead of a future perfect tense. يعني لو انت ما عندكش deadline، تمام، ممكن تستخدم الـ future simple. ليه؟ لأنك أنت هنا إحنا ما نعرفش أنت بتتكلم على حاجة هتكون خلصانة ولا حاجة لسه هتبدأ، لأن ما عندكش علامة زمنية. تمام، طيب إيه هو قصة الـ deadline؟ deadline can be very specific like 8 o'clock مثلا، or it can be vague like next week. تمام، ومش بس كده، it can even depend on when something else happens. ممكن كمان يكون علامة بحاجة تانية مش بس وقت. يبقى فيك يكون العلامة بتاعتك أو الديدلاين بتاعك حاجة محددة تماما، تمام، أو حاجة زي كده غامضة، يعني فيها واسع، next week next month next summer. ما هو next week ده أي يوم في ال next week، ال week is 7 أيام. هي ليه vague؟ لأنها مش محددة. لما تقول next week، كلمة next week دوت مش specific time. ليه؟ لأن ال week 7 أيام، أي يوم فيهم أنت تقصده. نفس الفكرة next year next month etc. ده كده vague. تمام؟ طيب، أو إنك أنت تخلي الحدث بتاعك يعتمد على another thing or another action يعني. تمام؟ يعني مثلا تربطه بحدث تاني. تمام؟ زي ما عملنا في الجمل بتاعتنا، احنا ربطناه مرة بوقت وربطناه مرة بانذر اكشن. تمام، طيب ممكن نقول ان البريبوزيشنال فريزز اللي عادة بتستخدم مع الفيوتشر بيرفكت. ايوه اروى، يس بس معلش الصوت مش باين عندي، ممكن تعلي صوت شوية بس مش عارفة اسمع. عندنا الأوقات زي إيه؟ أو الفريز اللي بنستخدمها like what، like by the time، like at، وحط بعدها وقت من اليوم، at midnight مثلا، like before، like as soon as، like when. تمام، like before طبعا، ممكن تحدد وقت مثلا like 3 days from now، 3 أيام من النهاردة مثلا for example يعني. تمام، كل دي بالنسبة لك هي prepositional phrases.
ممكن تستخدمها as a deadline مع الفيوتشر بيرفكت. تمام. طيب حاجة كمان برضو ما استخدمش فيها الفيوتشر بيرفكت، نفس الفكرة، no future in time close. again no future in time close. زي ما قلنا مع الفيوتشر continuous نفس الفكرة مع الفيوتشر بيرفكت. التايم كلوز ما تحطش فيها فيوتشر أصلا. أوكي، بنحط اوكي. فيها السيمبل عادة، مش فيوتشر سيمبل، لا البريزنت سيمبل يعني. أوكي، لكن ما تحطش فيها فيوتشر. لايك مثلا، خلينا نقول هنا جملة، ما ينفعش تقول لي هنا I'm going، بالنسبة ل future perfect يعني I'm going to see a movie when I will have finished my homework. برضو دي not correct. ليه؟ لأنك استخدمت بعد ال time close بتاعك، استخدمت فيه future perfect، ده غلط. تمام. طيب عشان أخليها صح ببساطة، I'm going to see a movie when I have finished my work. Or my homework, okay. أنا هنا استخدمت الـ present perfect عادي. لكن future مع time close، لأ. أيا كان نوع الـ future إيه؟ لا future simple، ولا continuous، ولا perfect، ولا future perfect continuous، ولا أي future مع الـ time close. تمام، وده كده يكون الفيوتشر بيرفكت. نعم كويس. نعم 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 تاني. التايم كلوز مش هيبقى كويس برضه، اللي هو لخبطت فيه. قولي هنا نوت التايم كلوز اللي هي وين؟ التايم كلوز اللي هي وين واخواتها، اه يعني يعني وين صباح وقفت وين المشوار كله. بالظبط كده. اوكي، زي وين، زي by the time، by، ممكن تقولي unless، as soon as، after، before، while، when، كل دول بنستخدمهم as a time clause. تمام، دول expression بيجي بعدهم ال time clause. اوكي، كلمة clause يعني جملة كاملة. تمام، ما تحطيش بعدهم لما أي تستخدميهم. فيوتشر؟ يعني ايه time clause؟ يعني دي علامة زمنية. لو لاحظنا موقفها ايه من الجملة، هي عبارة عن علامة زمنية، هي جملة بستخدمها كعلامة زمنية. لما أخلص الواجب، لما أنظف البيت، لما أعمل كذا. معنى كده إن أنا هنا حددتها، مش الحدث نفسه، أنا استخدمت الحدث ده كعلامة زمنية لحاجة تانية. تمام، فهنا ده فكرة التايم كلوز. التايم كلوز ما بستخدمش، ويل او لا اي حاجة. ما بتحطش فيها أي فيوتشر خالص أيا كان. تمام، فدايما بيجي على البريزنت او بريزنت بيرفكت او بريزنت كونتينوس او بريزنت سيمبل. تمام، واخواته، لكن فيوتشر في حد ذاته لا.